Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM. Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara FM. نحكيو على اليوم العالمي للمرأة الناشطة في مجال العلوم بصفة عامة. مدينة العلوم في بلادنا في تونس تخمم فيها المرأة وبطبيعة الحال تحتفي بها بطريقتها. والأكثر تفاصيل معنا سيدة نجوى بي. صباح النور مدام نجوى. صباح النور، أهلا وسهلا بيك أمين، ومرحبا بكل مستمعي جوهرة فام، مشكورين على الاستضافة الصباحية. مرحبا بيك، وإحنا ديما في الموعد في كل تظاهرة بطبيعة الحال مع مدينة العلوم، وفرصة باش نحكيه على يوم عالمي الحقيقة مهم جدا، ونعرفوا المرأة وحضورها في بلادنا بصفة عامة خاصة في مجال العلوم. إذا اخترتوا أنتم تحتفيوا بها بطريقتكم، أحكينا أكثر تفاصيل، أعطينا فاش متمثل هاليوم الاحتفالي هذا. هو اليوم العالمي للمرأة والفتاة في العلوم، هي اعتمدته الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو في 22 ديسمبر 2015. بتبيع ديما ثم مغزى، علاش؟ ماهوش على خاطر باش تذكر دور المرأة والفتاة، لا مش هذا، هي زادة كيف هالأيام العالمية هذه اللي هي تخص المرأة والفتاة في العلوم، هي باش نعزوا أكثر التماسك الاجتماعي. تعرف المجتمع ماهوش معمول من شخص واحد، هو معمول من أشخاص، ونلقاو الذكر والأنثى، نلقاو الفتاة والشاب، نلقاو المرأة والرجل. مدينة العلوم بتونس هي في دورتها الثالثة تحتفل باليوم العالمي للمرأة والفتاة في العلوم، وإحنا زادة كيف حبينا نعزو المشاركة الكاملة والمشاركة العادلة للنساء والفتيات في العلوم. وتعرف تونس راهي مثال في إفريقيا، معناتها كان تشوف أنت بعض الإحصائيات باش تلقى الفتيات اللي هي الطالبات اللي هي معناتها موجودة في الجامعة نلقاوها 66%. نلقاو زاد البحث العلمي كيف النساء ولا فتيات في بحث علمي 51%. أما هذا ما يكفيش في حد ذاته، علاش؟ على خاطر إحنا ماذا بينا نوسعوا هذا الحوز نتاع الباحثين المتألقين، ماذا بينا نطلعوا لابتكارات جديدة. ومدينة العلوم معناتها ماذا بينا نعزوا المسارات المهنية، لأنه ريت أنت هالطاقات هذوما، ريت الكفاءات هذوما اللي موجودين في الجامعة التونسية. بعد احنا في مراكز القرار ما تلقاش المرأة متواجدة بكثير، معناتها ما تلقاهاش موجودة معناتها بتناسق، ما فماش عدالة كبيرة ياسر، ما زالت محتشمة وجود مرأة في مراكز القرار. والواش هذا احنا حابين من خلال المحاضرات والمداخلات اللي ان شاء الله نهار 6 فيفري من 9 الماضي ساعة ونص تشوف، عملنا فسيفساء من الخبرات، فسيفساء من الأجيال، شقوا أجيال قديمة وأجيال جديدة. وقبل ما نتعدى البرنامج جوست حاب نقول راهو الناس اللي ما تجمش تجي لمدينة العلوم، احنا راهو احترام البروتوكول الصحي راهو معناتها جدي، ونعتمدوا كيف يعني باش يكون لقاء بريزونسييل ماهوش اونلاين. هو اللقاء بريزونسييل، البقاع محدوده لانه احنا ناخذ 30% من طاقه استيعاب المدينه. وفي نفس الوقت الناس اللي ما تجمش تجي لبعاد اللي في تونس ما يحبوش يخرجوا، ثم بث مباشر على صفحه الفيسبوك لمدينة العلوم، دونك اون لايف ستريمينغ، حتى الناس نجموا يتفرجوا في المحاضرات الكل على صفحة الفيسبوك لمدينة العلوم. والناس اللي باش تحضر معانا خاطر ثم نقاش من بعد، والنقاش مهم جدا لأنه احنا باش نحكيو على التحديات. ألو نحكي لك كمين شوية على الضيافي اللي باش يكون باش يجيو ضيف المدينة اللي باش يجيو نهار 6 فيفري. احنا السيدة عايا المنشاري اللي هي أول قبطان طائرة بتونس وفي أفريقيا باش تحكينا على حلم فتاة صغيرة يتحقق، ثم باش ناخذوا أون أوتر جينيراسيون اللي هي وئام صفر الزاوي اللي باش تجينا من ديوان الطيران والمطارات الوسيام ستير، باش تحكينا على مراقب الملاحة الجوية بتونس. ثم باش تعطيو حاجة أخرى الدكتورة أمينة مبروك من كلية العلوم، قالت باش نحكي على النفط والغاز الصخري. تعرف أنت قديش الغاز الصخري عمل معناتها برشة نقاشات في تونس، وقالت في العالم زيدا وفي العالم ولا قال زيدا باش تعطي أرقام باش تعطي وتحب ماذا بها تساعد في إنشاء الاستراتيجية الطاقة في تونس. تم زادة فاطمة نيتعيل هي مديرة متحف باردو، وتحب تحكي على دور المرأة المهم في الحفاظ على التراث وتعزيزه في متحف باردو. تم زادة شابة صغيرة وهي باحثة شرق دريتي من جامعة كامبريدج، والمحاضرة متاحة باش تكون أونليني، وهي باحثة في طب الأعصاب باش تقول كيف ما هو وكيف تصبح عالم أعصاب.
لتعطيول زميلتكم السيدة وفاء بركة دردوري كيف كيف هي تحب تحكي على مسار مهنة صحفي برامج علمية اختيار وتخصص وكلي تحب تحكينا على تجربة نتاعها لأنها منجة في إذاعة صحفية ومنجة في إذاعة شباب. المداخلة قبل الأخيرة قدمها الدكتورة علاء العمروني اللي بشتينا من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار وتقول أن تصبحي عالمة جيولوجيا في علوم البحار تولي القيادة والبقاء في المسار. والأخرانية بالكل هي الدكتورة ألفة بن سالم مش تحكينا على الجبن الصناعي لو بش ندخل في مجال الصناعة توا تركيبات مبتكرة وتطوير المعالجة البيولوجية لمخلفات مصانع جبن. تعرف انت المصانع كلها عندها مخلفات دونك هنا الدكتورة ألفة بن سالم مش تقترح علينا هالمعالجة البيولوجية. احنا يا أمين حابينا ما نجموش نحطوا الميادين الكل ما نجموش نحطوا يعني اللي تطورناه الكل. احنا في الدورة الثالثة وكل دورة ناخذوا ميادين أخرى وكل دورة نحاولوا نوعوا وربما سبحية بركة ما تكفيش لليوم العالمي المرأة والفتاة في العلوم برشا ناس قالونا علاش ما طوروهاش تولي على مدى يومين إلى آخره. احنا هذا هو معناته حبينا نعزوا هالمسارات المهنية وحبينا نقولوا راهو الكفاءات في تونس موجودة فما نغيبوهمش نوجدوهم خاطر ما بيجيش تقري وتوري ومن بعد احنا يقعدوا قاعدين يا ما بيش يقري ويا ما وذاك هو. وحاجة أخرى أنين فما حاجة مهمة جدا احنا أمهاتنا وجداتنا فيهم اللي تخلي المدرسة وراهم ما دخلوش المدرسة عمرهم 6 سنين وحدهم راهو هزهم بوهم هزهم جدهم هزهم عمهم هزهم خالهم هذوما نحييهم برشا اللي هما حلوا كيما نقول ايزون فيغ لو بال وهما اللي حلوا الباب مش احنا دخلنا واليوم عندنا معناتها قائد الطيارة وعندنا محاميات وقضاة والى اخره. فالناس هذوكم نحييهم ان شاء الله اللي فيهم حي نحييهم انا من الميكروفون نتاعك واللي في رحمة ربي ان شاء الله ربي يرحمهم لكن هما كانوا القادة الاولانيين وناس هذوما راهم مشيو بعيد على خاطر ثم عنصر جيلي معاهم من عائلتهم جيرانهم ابائهم اخواتهم وهما اللي شجعوهم باش يمشيو يقراو. فتحيه كذلك للرجل الذي معناتها يؤمن بهذه الطاقه النسائيه والخبرات النسائيه. هذا هو كان البرنامج نتاع اليوم العالمي للمراه وفتاة في العلوم وان شاء الله باش يصير يوم السبت السادسة من فيفري ولا كونوا معنا راهو البروتوكول الصحي ان شاء الله محترم وراهو البقاع محدوده وباش معناتها نقبلوا 30% من طاقه استيعاب المدينه ان شاء الله موفقين مدام نجوى على كل الحقيقة برنامج ثري وخاصة حاجة تفرح كيف نلقاو المرأة التونسية موجودة في المجالات الكل وخاصة في مجال العلوم الحقيقة وفي دي بوست يعني مهمين جدا. شكرا مرة أخرى مدام نجوى بي على كل هالتفاصيل. نجم ترجع ثم الباج نتاعنا جوهرة اف ام على فيسبوك تاخذوا كل ما قالته وكل ما صرحت به مدام نجوى من برنامج وخاصة فيو فهم بعد شوية كما قلنا نحكيو على الفريب. مش خليكم توت سويت مع لي جيبسي كينغ على جوهرة اف ام.